يوسف، خديجة، خديجة، أمرك هنا؟ وين يوسف؟ معرفش، شفتوش. كيف يعني ما شفتينا؟ يمكن في أوضته فوق. يوسف مو موجود بغرفته ولا في البيت كله. يعني إيش؟ اختفى؟ اتبخر كذا من نفسه؟ صباح الخير، وش فيكم؟ شفتي يوسف؟ إيه شفته، مدري شفت غرفتي طلع. كيف طلع؟ وش دراني؟ شفته طالع مع عز الدين في السيارة برا البيت. وش فيها معصبة؟ ما أعرفش. جويرية؟ أيوة يا أستاذ يوسف. سد التليفون بويها.